ازاي ياسمين عز حولت بشرتها من الشكل ده للشكل ده بسهولة كده؟ يلا بينا نعرف هي عملت ايه بالظبط. ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ يا رب دايما تبقوا كويسين. اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهاردة هنعرف مع بعض ايه السر ورا بياض ياسمين عز، وازاي بقت حلوة كده. اللهم بارك. في البداية كده، ياسمين عز فجأة لقيناها موجودة على الساحة، لان بدأت تقدم افكار غريبه شويه والله. فبدا في بنات تتفرج عليها من مبدا انا ممكن مش هسمع الكلام اللي هي بتقوله، ولا هتصرف بيه، ولا هعمل بيه، بس انا بشوف مين ياسمين عز دي. لا استثناء، حماتك عادي كملي، دي امه. ليه طالعه كده والناس كلها بتتكلم عنها وبتشير فيديوز ليها، وايه الكلام الغريب اللي بتقوله؟ فالناس كده وهي بتتفرج عليها، بما انها بقت سبوت لايت او بتثير الجدل، بداوا يدوروا وراها ويشوفوا مين دي. طلعت فجأة كده ازاي طلعت في برنامج كبير زي ده؟ فجابوا صور ليها قديمة من مسلسلات وبرامج قديمة كانت بالشكل ده. بتطلع اللهم بارك ناصعة البياض، ازاي حولت بشرتها من اللون ده للون ده؟ في ناس بدأت تتكلم وتقول هي استخدمت مادة اسمها مادة الجلوتاسيون. هل فعلا مادة الجلوتاسيون او حقن الجلوتاسيون هي اللي بتفتح البشرة؟ مادة الجلوتاسيون دي بتنزل زيها زي اي ماده للعنايه بالبشره، بتنزل في اقراص او كريمات او حقن. خلاص بس كده انا عرفت اللي فيها، انا هروح اجيب كريم فيه ماده الجلوتاسيون. عايزه اصدمك صدمه كبيره، ان الاقراص او الكريمات من ماده الجلوتاسيون مش هتجيب اي نتيجه، وفعلا ما بتفتحش البشره خالص. خلاص يا رنا، انا هبدا استخدم زي ياسمين عز بالظبط حقن الجلوتاسيون، اكيد اكيد مليون المية، بما ان احنا عارفين ان الحقن بتجيب نتيجه مضمونه ونتيجه سريعه ان هي هتفتح بشرتي. الشركات المصنعه لحقن الجلوتاسيون هي اللي قالت ان هي بتفتح البشره، ما قدمتش اي اثبات علمي بيدل على كده. يعني هم كاتبين في الحقن دي ان هي بتفتح البشره، طب ادينا دليل على كده، ما فيش اي دليل علمي بيقول كده. وكمان غير كده، هما مش كاتبين ابدا الجرعه المحدده اللي انا اقدر استخدم فيها حقن الجلوتاسيون بشكل امن، او كاتبين مثلا انا اقدر استخدمها لمده معينه من عمري، فده حاجه غريبه جدا. خلاص انا زهقت من الكلام ده كله، انا هروح اتوكل على الله واجيب من الصيدليه حقن الجلوتاسيون وهبدا استخدمها واشوف، انا مش خسرانه حاجه. انت فعلا ممكن تستخدميها لفتره معينه وممكن تلاحظي ان بتجيب لك نتيجه او مفعول، ولكن المفعول ده هيكون لوقت معين، ومجرد ما هتبطليها هيبقى ولا كانك عملت اي حاجه. طب ايه ده، انت بتعقدي الدنيا علينا ليه؟ احنا كل ما نجيب حل انت تطلعي لنا بحاجه غريبه كده. طيب خلاص انا هستخدمها العمر كله، مش مشكله، طول ما انا عايشه هستخدم حقن الجلوتاسيون، هيحصل ايه يعني؟ الحقن دي لها اثار جانبيه خطيره جدا، من اول الحكه في الجلد لممكن كمان فشل كلوي، فشل في الكبد، فشل في الغده الدرقيه، اي الام في البطن، ترجيع مستمر، مفيش اكل، امراض خطيره جدا ممكن لا قدر الله توصل فعليا للوفاه. يعني معنى كلامي كده ان هي لا يمكن تكون استخدمت حقن الجلوتاسيون، لان مفيش اي بني ادم هيعمل في نفسه العمايل دي كلها ويعرض نفسه للخطر، وبسبب ان هو عايز يفتح بشرته. اكيد اكيد الراي التاني من الناس التانيه اللي قالت ان هي استخدمت كريم البنكوين. فعلا الفرعون الصغير الكبير وصل، فعلا انتوا مظبوطين يا جماعه، كريم البنكوين بيفتح البشره وبشكل دائم كمان. طب ازاي كريم البنكوين بيفتح البشره؟ كريم البنكوين بيبدا يقتل الخلايا الصبغيه اللي موجوده في الجلد. الخلايا الصبغيه دي بتنتج ماده اسمها ماده الميلانين، الماده دي هي المسؤوله عن لون بشرتنا. فبيبدا الكريم ده يقتل حرفيا الخلايا الصبغيه دي. فايده الخلايا الصبغيه اللي هي الميلانين اللي هو بيقتلها الكريم ده، فايدتها ان هي واقي طبيعي من اشعه الشمس. يعني تخيلي لو انت مثلا مش عندك الخلايا الصبغيه دي اللي هي ماده الميلانين، هيحصل ايه؟ هيحصل ان اشعه الشمس هتبدا تخترق جسمك وهتبدا تخترق الجلد، ويبدا يحصل عندك امراض خطيره. وفعلا الكريم ده زي ما قلت ان هو بيفتح البشره، بنبدا نحطه على الاماكن الدكنة قوي في بشرتنا، وبيبدأ يقتل الخلايا الصبغية، وبالتالي لونك بيتحول للون شفاف، مش أبيض بس مايل شوية للبياض زي لون التلج. وده بيستخدمه الدكاترة أو دكاترة الجلدية في علاج مرض البهاق لما يكون خلاص فقدوا الأمل، وبيكون آخر حل
بيبدأ يستخدموه الدكاترة لعلاج مرض البهاء زي مايكل جاكسون، لأن العلاج ده برضو أو الكريم ده بيأثر زي ما قلت ممكن لا قدر الله يسبب سرطان في الجلد. فأكيد برضو ياسمين عز ما عملتش الكلام ده لأن هي ما عندهاش مرض البهاء، هي بدأت تستخدم كريمات فيها مادة الهيدروكينون زي الكريمات الكتيرة الرخيصة اللي موجودة في كل الصيدليات. بس إحنا برافو علينا كده وجبنا الحل والسر ورا بياض ياسمين عز. المادة دي من أخطر تالت المواد لتفتيح البشرة، ولازم تستخدميها في حالات معينة تحت إشراف طبيب الجلدية، وكمان بيكون بجرعة معينة والوقت معين. يعني مثلا أقصى حاجة أن أنت تستخدمي الكريمات دي لمدة 3 شهور. طب إمتى طبيب الجلدية بيوصفها؟ لما يكون عندك أنت أصلا مشكلة. بمعنى إيه؟ أنا لون بشرتي مثلا 5 دلوقتي، ورحت المصيف وتعرضت لحروق الشمس جامدة وبدأ لوني يتحول للون 6، فيبدأ طبيب الجلدية يكتب لك كريم في مادة الهيدروكينون على أساس يحول البشرة من 6 لـ5، 5 ده اللي هو لونها الأساسي. أو مثلا عندك تسبغات، عندك نمش، عندك بقع بنية، بقع حمراء، كل الحاجات دي بنقدر نستخدم فيها الكريمات دي وفعلا بتفتح البشرة. ولكن في الحالات دي ما ينفعش أبدا إن أنا يكون ما عنديش أي مشكلة من المشاكل دي ولون بشرتي مثلا 5 وعايز أحولها لـ3 واستخدمها، مش هتعمل معاكي اي حاجة وهتعمل برضو امراض خطيرة في الجلد. دلوقتي انا احترت جدا من الفيديو ده وخلاص زهقت منه. يعني دلوقتي ياسمين عز ولا استخدمت حقن الجلوتاسيون، ولا استخدمت كمان كريم البنكوين، ولا استخدمت كريمات فيها مادة الهيدروكينون، يبقى هي استخدمت ايه؟ هي ما استخدمتش اي حاجة يا جماعة. كل اللي هي عملته ممكن تكون عملت عمليات تجميل ملهاش اي علاقة بالبياض. امال ايه البياض اللي طلع يعني جننا ده؟ البياض ده ممكن يكون فلاتر. في التصوير بيبقى اننا بنشتغل في الموضوع ده برامج مونتاج ممكن تحول البشرة فعلا من كده لكده بمنتهى السهولة، مع العلم ان هي اكيد طبعا الفلوس ظهرت عليها وبدأت تستخدم كريمات للعناية بالبشرة وللعناية بجسمها كله، وخست وعملت حاجات كتيرة جدا في شكلها، ولكن ما فتحتش بشرتها أبدا من درجة مثلا 5 لـ1. مفيش أي كريم هتستخدميه طول حياتك أو هيطلع إنه هو هيحول البشرة من 5 لـ1 أبدا إلا وهيأثر على صحة الجلد، ده لو أصلا فيه. طيب أنا عندي من الآخر مثلا، بما اني جربت الحاجات دي وبما اني سمرة وكان عندي دايما اعتقاد ان انا عايزة افتح بشرتي شوية، فجربت اكيد حاجات كتير. في شوية حاجات كده ممكن تستخدميها لتفتيح البشرة. من احلى الحاجات فعلا اللي جربتها لتفتيح البشرة مادة النياسينامايد. فمادة النياسينامايد بتعمل على تقليل الميلانين ان هو يوصل لسطح البشرة، وبالتالي لون بشرتك بيكون احلى وبترجعي للونك الطبيعي بمنتهى السهولة. فالنياسينامايد جبار، هو فكرته بس ان هو بيقلل وصول الميلانين لسطح البشرة. وكمان سيرم زي سيرم لاروش بوزي بيجمنت كلار، ده من احلى الحاجات اللي استخدمتها ولكن سعره عالي 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 جدا دلوقتي. واخيرا وارخص حاجة استخدمتها هو الازاديرم ده فيه حمض الازليك، ده من احلى الحاجات اللي هي بتمنع النمش، الكلف، التسبغات، ولكن له طريقة معينة في الاستخدام. لو عايز تعرفيها ارجعي للفيديو اللي بتكلم فيه عن طريقة استخدام الازاديرم. انا دلوقتي يا رنا سمعت حاجات كتيرة جدا لتفتيح البشرة زي مثلا الالفا اربيوتين برضو من أأمن الحاجات لتفتيح البشرة، ونياسينامايد وفيتامين سي وكمان الازيليك اسيد. استخدم اي حاجة في الحاجات دي او ايه الفرق بين الاربع حاجات دي؟ انا هسيب لك فيديو بشرح فيه الفرق بين كل انواع السيرم اللي فيها المواد دي وازاي انت تستخدميها وازاي تقرري تختاري اي حاجة فيهم مناسب ليكي. وفي النهاية واللي انا عايزة اقوله ان انت تحبي نفسك زي ما انت وتكوني واثقة ان انت اجمل واجمل. كل اللي عليكي ان انت لو عندك مثلا مشكلة في بشرتك زي تسبغات، نمش، اثار حبوب، بقع بنية، حبوب تبدأي تعالجيها بالطريقة الصح عند دكتور جلدية. انا مبسوطة ان انا قدرت اقول لكم ياسمين عز ايه سر بياضها، وده فلاتر يا جماعة صدقوني، ومونتاج وتصوير واضاءة. وما تجريش ابدا ورا بلوجر معينة انت شايفاها عايزة لونك يبقى زيها، او عايزة يبقى عندك الشنطة الفلانية زيها، او عايزة الميك اب الفلاني لان هي قالت عليه كويس. خليكي على قد امكانياتك. اتمنى اكون قدرت افيدكم، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي في الكومنت. هستنى رايكم في الحلقه، وما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه ولايك لو الفيديو عجبك لان ده هيوصلنا لاكتر ناس ممكنه. باي باي.